طيب هاخد هاخد حضراتكم من يعني نيوزيلندا إلى فرنسا. وفرنسا يبدو أن المسألة مش طبيعية، فيها مشكلة كبيرة يعني. عفوا، أنا بعتذر طبعا على الكحة الكتير دي، بس يعني إن شاء الله يومين وتخلص الحكاية كلها. فرنسا المسألة فيها مشكلة صعبة. ليه؟ لأنه ده مجتمع إحنا بنبص له إنه مجتمع مستقر، مجتمع فيه ديمقراطية وفيه حرية وفيه مؤسسات مكتملة وناضجة يعني، وعندهم تراث، يعني تراث كبير، لدرجة إنه المصريين هنا لما في واحد من المتظاهرين الفرنساويين طلع قال أنا الأمور الاقتصادية تعبانة جدا والظروف الاقتصادية تعبانة جدا وأنا محتاج أسافر بره، ما سافرتش بره. فالمصريين بخفة دمهم قالوا يا ابني ما أنت بره، ما أنت يعني أنت مسافر بره، عاوز تروح فين؟ أنت قاعد في فرنسا. لكن المسألة مش كده. في مشاكل اقتصادية متراكمة، في يبدو خلل في نظام الرئيس الفرنسي ماكرون، وده بادي في حالة العنف اللي هي كانت امبارح. لو شفت الصور مثلا اهو، يعني ده مشهد عاد مرة اخرى. احنا بنتكلم في الاسبوع ال18 لاحتجاجات السترات الصفراء، اصحاب السترات الصفراء، الناس كانوا وصلوا الى الذروة في العنف، وبعدين تراجع هذا العنف مرة اخرى، وهديت الامور جدا. وبعدين النهارده، امبارح كان ماكرون يعني في اجازه للتزحلق على الجليد، رجع النهارده لانه المساله اهو. انتوا شايفين هذه المشاهد للعنف المتبادل. ماكرون عاد من رحلته للتزحلق من اجازته ليهدد ويتوعد، يعني حتى هو على التويتر، حسابه على تويتر هدد بشكل واضح جدا انه هو شايف انه اللي بيحدث ده خطر على الجمهورية الفرنسية، وانه لن يتسامح ابدا. وخاصة انه هو قال لك ايه؟ قال لك انه ما حدث اليوم في جادة الشانزليزيه لم يعد يعتبر مظهرا من التعبير عن الرأي، هؤلاء اشخاص يريدون تدمير الجمهورية. فاذا احنا بنتكلم على كلام من الإدارة الفرنسية، من الحكومة الفرنسية، بيتم التعامل مع دول ناس مخربين، ولا بد من التعامل معاهم ودعم الشرطة في مواجهتهم. خلينا ناخد برضو تقرير ميداني عما يحدث هناك، لأنه المسألة تتصاعد. وأقول لحضراتكم احنا ليه مهتمين بما يحدث في فرنسا، لكن زميلي العزيز الصحفي خالد شقير من باريس مرة أخرى، أهلا بك يا فندم. دكتور محمد، اهلا بحضرتك. معلش احنا متقلين عليك اليومين دول، بس نعمل ايه؟ الامور عندك ساخنه يعني. لا خالص. يعني ما الذي يحدث اليوم؟ الرئيس الفرنسي عاد من اجازته ويهدد ويتوعد. يعني انا هاخد كلامي من مداخله حضرتك الاول، او من المقدمه اللي حضرتك قلتها، ولازم ان احنا نربط الأحداث ببعضها. فرنسا فعلا بتعيش أجواء غير اعتيادية منذ انتخاب الرئيس الفرنسي ماكرون، علشان الناس بس تعرف الأزمة جاية منين. ودي من زمان واحنا عايشين في فرنسا، عايشين حاجة اسمها كوبيتاسيون، التعايش بين معسكرين، معسكر يميني ومعسكر يساري. ده الرئيس ماكرون لا ينتمي لليمين ولا ينتمي لليسار، حاول ياخد ال الدولة الفرنسية على عاتقه كشاب يعني قوي وكشاب ذكي ينتمي لأحد الأسر الأرستقراطية، يملك فكر ليبرالي، أحد أبناء الـ يعني الاقتصاد الحر. وفي نفس الوقت شكل الحكومة تكنوقراط، وشكل الحكومة فيها كثير من الأحزاب المختلفة الاشتراكية وأحزاب الخضر، اللي هم يعني عامل زي توليفة كده يجمع ما بين اليمين واليسار، حاول إرضاء كل الأطراف فأغضب الجميع. فغضبت كل الأطراف. يعني حاول يعني يكون قارة مع الصيادين بتوع حزب الخضر، فأغضب الشارع الفرنسي.
وهذا يرجعنا النهارده الى تويته عملها الرئيس ترامب، يعني متهجما للمره الثانيه على فرنسا، في ان يوجه رساله لفرنسا: رايتم ماذا قدم الرئيس ماكرون اليكم من خلال هذا المشروع الخاص بالمناخ. هو 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 ترامب برضو قال بوشود، يعني مش ناسي، مش ناسي ما اعتبره جرأة من ماكرون عليه. بالتأكيد، وصفة خاصة ماكرون عندما أعلن على أن أوروبا سيكون لها جيش، وطبعا أوروبا معروف أن هي متحالفة أصلا مع الولايات المتحدة الأمريكية. المهم، كان في احتجاج من لورد ليون وزير الخارجية الفرنسي آنذاك، واليوم لم يصدر أي رد على تويتة الرئيس ترامب. طبعا يعني النهارده هو ثاني يوم بعد الأحداث اللي شهدتها الشانزليزيه في الشارع. زي ما حضرتك قلت، ماكرون قطع اجازته من جبال الألب واعاد التزحلق على الجليد، واجتمع برئيس الوزراء وزير الداخليه الفرنسي ووزير الامن العام، واعلن عن غضبه الشديد في تطور لافت. يعني بالامس كان وزير كاستنير كان اكد على ووصف المتظاهرين في الاول بيسموهم المخربين بالقتله، بعد إبرام الحرائق في أحد أهم وأشهر الشوارع اللي موجودة في العالم، وأيضا يعني وقوع وسقوط الكثير من المصابين، من بينهم امرأة كما قلت امبارح وطفلة صغيرة. المهم أن النهاردة طبعا تم حصر عدد الناس اللي هم تم القبض عليهم، ويصلوا تقريبا ل 292 واحد، تم توقيف منهم 150 تقريبا، في اكثر من 52 مصاب حسب اخر الاستطلاعات. فالرئيس ماكرون فعلا توعد باتخاذ اجراءات صارمه، وهنا عند الاجراءات الصارمه اعتقد، وده اجتهاد شخصي مني، انه امام اختيارين كلاهما مر. الاختيار الاول هو الغاء هذه التظاهرات الخاصه بالسلطات الصفراء نهائيا، او تحديد اماكن بعيده ونائيه للتظاهر فيها لمحاولة إرضاء التجار وأصحاب الأعمال في أكبر وأغلى شارع موجود، لأن النهاردة في مجموعة من يعني الكوميرسان أو التجار عملوا كولكتيف أو عملوا مجموعة، راحوا قدموا اعتراضات وتظلمات لتعرضهم وتعرض منشآتهم إلى الخسارة المتتالية. احنا بنتكلم عن مشهد من مشاهد الفوضى الكاملة، يعني عمليات يعني نهب، عمليات سرقه، عمليات اعتداء على منشات، في ناس بالمعنى البلدي يا استاذ خالد كده اتخرب بيتها. يعني شوف يا دكتور، انا هرجع معاك، انا متابع طبعا لحلقتك منذ لحظات، حضرتك كنت بتتكلم على العنصريه والاسلاموفوبيا والارهاب والتطرف. فرنسا يعني انا من الناس اللي موجود فيها من 25 سنه، كان من حظي ان انا اشتغلت في اذاعه كان الهدف منها عمليه الانتجراسيون او الاندماج داخل المجتمع الفرنسي من زمان، وهم عندهم تخوف من اسلمه المجتمع الفرنسي، لاسلاميزاسيون دي لا سوسيتي فرانسيز، اسلمه المجتمع الفرنسي. فرنسا ليست ضد الاسلام، فرنسا ضد من يحاول يعني يعمل اسلمه للمجتمع، بمعنى تمشي في الشارع تلاقي ده بحجاب وده بجلابيه وده بده. لا، هو يعني هي لا ترفض ان يعيش فيها مسلمين، لكن ترفض النمط الاسلامي في الحياه، الشكل الشكلي، يعني انك عشان حتى لا نصدمها. يعني فاصبحت بعد العمليات الارهابيه المتتاليه التي ضربت فرنسا، الاعلام الفرنسي للاسف الشديد مارس او قدم برامج كثيره ساعدت الى يعني زياده الاسلاموفوبيا في فرنسا، وزياده الاضطهاد وزياده العنصريه. فرنسا فيها عنصريه وفيها ارهاب، فيها تطرف، فيها زي ما بنقول ايه للتلوث، يعني عندها مشاكل كثيره وفيها بطاله. فامامك معسكرين، معسكر يمين متطرف بيدعو للعنصريه، وكل استطلاعات الراي بتؤكد على انه سينتصر في الانتخابات القادمه ومعسكر اخر، وهو معسكر الاقصى اليسار بتاع ميلانشون اللي بيتعاطف مع الفقراء. نحن امام اليوم امام معضله كبيره، او رئيس ماكرون امام معضله كبيره، هو اما ان يرضي اقصى الفقراء او يرضي اقصى الاغنياء، وكيف يعني هو في مازق حقيقي، كيف سيخرج منه. هذا ما يعني ما ننتظره، خلينا ننتظره. بشكرك جدا صديقي العزيز الاستاذ خالد شقير من باريس.
هقول لحضراتكم احنا ليه مهتمين، يعني ليه مهتمين باللي حاصل في تركيا، ليه مهتمين باللي حاصل في فرنسا، ليه مهتمين بأماكن معينة؟ لأنه احنا هذه الأماكن بتتكلم عن مصر بشكل معين، أو بتحاول تصدر تصور معين عن اللي بيحصل في مصر. عايز أقول لحضراتكم كل بلد وليها ظروفها وليها وضعها وليها أولوياتها، واللي ينفع عندي ممكن ما ينفعش عند غيري. يعني ما يجوا بتاع تركيا عنده تطلعات إلى أنه يبقى خليفة للمسلمين، مجنون يعني، متجاوز الزمن، وفي شوية منتفعين وسواقة قيد وطني، لأنه ده لما تيجوا تتابعوا، والله أنا بأسف لده، تيجوا تتابعوا المجموعات الإخوان اللي راحت هناك دول سواقة قيد وطني، يعني ده تعبير كده خاص. يعني احنا بقى عندنا عبيد الحذاء الأردوغاني وسواقة القيد الوطني، اللي هو بيتكلم عن نموذج. يا سيدي ده لا يناسبنا. ماكرو لما جه هنا واتكلم وقال لك حقوق الإنسان والجمعيات اللي مش عارف ايه و إلى آخره، هو بيتحدث لم يختبر. هنشوف خلال الأيام اللي جاية هيعمل ايه ويتصرف ازاي. عايز اخد حضراتكم لحاجتين في شأن داخلي. ومعانا النهاردة ان شاء الله في لقاء خاص وحوار خاص عن المرأة المصرية مع النائبة أنيسة حسون، يعني يوم المرأة العالمي ويوم المرأة المصري، لكن احنا عندنا خصوصية، رؤية خاصة في المرأة المصرية. ما الذي حققته؟ ما الذي أخفقت فيه؟ ما الذي حصلت عليه من حقوق؟ ما الذي حجب عنها؟ ما الذي ينتظر منها في المستقبل؟